بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، حياكم الله جميعا أيها الأحبة في الله، وطبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا. وأسأل الله تبارك وتعالى الذي جمعنا في هذه المجالس المباركة على طاعته أن يجمعنا في جنته ودار كرامته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. نواصل بإذن الله توكلين على الله تعليق على هذا المختصر المبارك العلامة الأخضري رحمه الله تعالى. نعم، قول. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اقتفى أثره وهداه، أما بعد، اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والسامعين أجمعين. يقول المصنف رحمه الله: وسننه تجديد الصعيد ليديه. أخذنا الفرائض. نعم. وسننه أي سنن التيمم، وتقدم معنا تعريف السنة في اللغة والاصطلاح عند الفقهاء والأصوليين والمحدثين، وذكرنا بأن السنة عندنا في المشهور أبلغ من الواجب، سنة ما أحمد قد واظب عليه والظهور فيه وجب كما قال في المراقي. فالسنن يريد بذلك سنن تيمم. قول: سننه. وسننه تجديد الصعيد ليديه. تجديد الصعيد ليديه، وهو ما يسمى بالضربة الثانية. الضربة الثانية سنة عندنا على المشهور، و بعض الفقهاء يوجبها لحديث التيمم ضربتان. وهذا الحديث في الحقيقة اختلف في صحته وضعفه. التيمم ضربتان، ضربة للوجه وضربة لليدين، والذي ذهب إليه عدد من أهل التحقيق أنه مضطرب، أنه مضطرب. فبعض الفقهاء يقول بما بوجوب الضربة الثانية، بعضهم لا يراها. مالك كأنه توسط فقال بسنية الضربة الثانية، بمعنى أن الضربة الأولى كافية في مسح الوجه واليدين، وتستحب أو يسن في حقه الضربة الثانية، أي الضربة الأولى للوجه والضربة الثانية لليدين. زيد. ومسح ما بين الكوعين والمرفقين. ومن أدلة عدم الوجوب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما كان يكفيك أن تقول بيديك هكذا، وضع ضرب يده على الأرض ومسح بهما وجهه ويده ولم يضرب مرتين. عاود شو قال؟ ومسح ما بين الكوعين والمرفقين. ومسح ما بين الكوعين والمرفقين، أي قلنا ما الكف إلى الكوعين هذا مسحه واجب، أما المسح إلى المرفقين فسنة. ويشهد لسنيته أنه ثبت من فعل عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما كما في الموطأ، أنه تيمم فمسح يديه إلى مرفقيه. وعبد الله بن عمر رضي الله عنه قد عرف عنه شدة اتباعه لسنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ثم إن كثيرا من هذه المسائل طريقه النقل في الحقيقة، هذا من العمل المتوارث، هذا كان عليه أهل المدينة. فالسنة أن يمسح، جزاك الله خير، أن يمسح الوجه وأن تمسح اليدان إلى المرفقين، محل الواجب إلى الكوعين، ما زاد على ذلك فسنة. كذا هو مذهب المالكية والشافعية، لكن الشوافع يستدلون بالآية كذلك: وأيديكم إلى المرافق، بقياس المسح على الغسل، يعني بحمل المطلق على المقيد، لكنه لا يجري على أصولنا. احنا
يعني لا يحمل إلا إذا اتحدا حكما وسببا كما سيأتي. وأما إذا وقع الاتحاد في أحدهما فلا يكفي، وحيثما اتحد واحد فلا يحمله عليه جل العقلاء كما قال سيدي عبد الله. لكن عندنا فعل عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما وعمل أهل المدينة. زيد والترتيب، الترتيب بمسح الوجه قبل اليدين. الترتيب سنة وليس واجبا. جاء في بعض الروايات مسح بهما يديه ووجهه، في رواية ثم وجهه، لكن الأصل هو مسح الوجه قبل اليدين، يمسح وجهه قبل يديه، هذا هو السنة. زيد وفضائله التسمية، وفضائله أي مستحباته التسمية، أي يقول بسم الله، وهذا مشروع بالإجماع بلا خلاف، عامة العلماء على استحباب التسمية للنصوص العامة والخاصة. العامة كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه بسم الله، قد علمت ما فيه من الخلاف في تصحيحه وتضعيفه. وأما الوضوء توضأوا بسم الله وما إلى ذلك، والطهارة البدلية تتبع أصلها في الأحكام، وذلك عامة الفقهاء على استحباب التسمية، قل بسم الله أو بسم الله الرحمن الرحيم على قول. زيد وتقديم اليمنى على اليسرى، كذلك تقديم اليمنى على اليسرى، هذا من المستحبات. كان يعجبه التيمن في تناوله وتطهره، تناوله وترجله وطهوره وفي شأنه كله كما في حديث عائشة، فيمسح اليد اليمنى قبل اليد اليسرى، وستأتينا صفة المسح. أيوة. وتقديم ظاهر الذراع على باطنه ومقدمه على مؤخره. ظاهر الذراع هذا هو ظاهره، هذا هو الباطن، هذا ظاهر الذراع، ظاهر الكف وظاهر الذراع، يقدم الظاهر على الباطن والمقدم على الأسفل، فيبدأ من أطراف الأصابع ويذهب إلى المرفق، وهذا يعبر عنه الفقهاء بالوصف الحميد. المستحبات يذكرون التسمية هو الوصف الحميد، الوصف الحميد هو الذي شرحه المؤلف رحمه الله، أن يأتي بالوصف التام للتيمم. أيوة. ونواقضه كالوضوء، الوصف الحميد كما يتوارثه فقهاء المالكية، والأصل أنه عمل أهل المدينة، أن هذا متوارث، وهو على هذه الصفة التي تلقيناها عن شيخنا، فبعد أن يضع يده على تراب أو الرمل أو الحصى يمسح وجهه كاملا، يجب عليه أن يمسح وجهه كله، يخليك حاجة ينسش الوترة، هذه الوترة يمسحها كذلك، يمسح وجهه كله، ثم يبدأ بيده اليمنى فيمسح الظاهر، يفعل هكذا الظاهر، فإذا وصل المرفق يمسح الباطن وهكذا. هذا هو الوصف الحميد عند فقهاء المالكية، وهو متوارث على كل حال، هو متوارث. زيد ونواقضه كالوضوء، ايه التخليل فيه الخلاف، هل يخلل الأصابع أم لا؟ والأظهر أنه لا يخلل، قال طائفة بالتخليل، قال لك مسح وجهه ويديه وما بين الأصابع من اليدين فلا بد من مسحه، ايه قال لك مسحوا وجهكم أيديكم منه وهذا من الأيدي فلا بد، ففيه تردد. وعلى القول بتخليل الأصابع في المسح لا يكون التخليل هكذا كما يفعل البعض، أن هذا ليس مسحا، هذا لم يمس الصعيد فيكون هكذا عندما قال به هكذا مثلا، هو مما وضع مما مس به الأرض يخلل، لكن الأظهر والله أعلم أنه أن التخليل ليس مستحبا، ولأنها هيئة نادرة، لو كانت مقصودة للشارع في النص العام لتناولها على جهة التعيين، كما قال صلى الله عليه وسلم إذا توضأت فخلل بين الأصابع، فخلل بين أصابع يديك ورجليك، لأنه أمر قد لا يتنبه له المسلم،
فالأشبه والأظهر والله أعلم أن التخليل ليس من ليس واجبا ولا سنة ولا مستحبا، وإن قالت به طائفة على جهة الاحتياط. ثم إن مبنى المسح على التخفيف المعهود عن الشارع، التخفيف في المسح كما مضى معنا في مسح الرأس، وكما سيأتينا في المسح على الخفين، مقصود أن يمسح على ظاهرهما. مبنى المسح على التخفيف. زيد. ونواقضه كالوضوء هي نواقض الوضوء ونواقض الغسل، ويزيد التيمم بما سيذكره المؤلف رحمه الله. أيوة. ولا تصلى فريضتان بتيمم واحد. شو هو قال لك؟ نواقض هي نواقض الوضوء ونواقض الغسل، ويزيد التيمم بناقضين. القدرة عند العجز ووجود الماء عند فقده. احنا قلنا التيمم في الجملة يشرع لأسباب كثيرة ترجع إلى سببين رئيسين، فصل لخوف ضرنا وعدم ما عوذ من الطهارة التيمم. فما دام هذان السببان رئيسين فكذلك ويباح له التيمم ما عدم الماء أو ما دام استعمال الماء يضر به، فإذا ارتفع الضرر واجب استعمال الماء، وإذا وجد الماء واجب استعمال الماء، وهكذا. سيأتي في مرشد المعين نقضه مثل الوضوء ويزيد وجود ماء قبل أن صلى وإن بعده يزيد معين. لكن هما ما دام الموجب للتيمم سببين فكذلك الناقض فهو يتيمم. احنا والمقصود بالناقض في الحقيقة لا يعني أنه إذا وجد الماء فقد بطلت الصلاة التي صلاها بذلك التيمم، لا، يقيده الفقهاء بوجود الماء قبل الصلاة أو القدرة على استعمال الماء قبل الصلاة، أما ما صلاه فقد صلاه بوجه صحيح ولا يعيد. واختلفوا فقط من كان أثناء الصلاة فوجد الماء هل يقطع أم لا يقطع. المشهور عندنا أنه لا يقطع، يواصل، أنه دخلها بوجه صحيح، دخلها بوجه صحيح. ناقضه مثل الوضوء ومثل نواقض الغسل، ويزيد التيمم بناقضين، هما ارتفاع الضرر والقدرة على استعمال الماء أو وجود الماء بعد عدمه، لقوله صلى الله عليه وسلم كما في حديث أبي ذر عند أصحاب السنن: فإذا وجدت الماء فأمسه جلدك. الصعيد الطيب طهور المسلم إن لم يجد الماء 10 سنين، فإذا وجدت الماء فأمسه جلدك. زيد. ولا تصلى فريضتان بتيمم واحد. نعم، هذا عند الجمهور مالكية والشافعية والحنابلة كلهم يقولوا هذا، أنه لا تصلى أكثر من صلاة بتيمم واحد، لأن التيمم طهارة ضرورية، ولقوله صلى الله عليه وسلم عند أحمد وغيره وأصله في الصحيحين: وجعلت الأرض مسجدا وطهورا فأينما أدركتني الصلاة تمسحت وصليت. أينما أدركتني الصلاة قال لك تمسحت، ظاهر في أنه يتيمم لكل صلاة. وما راه الإمام الدارقطني عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: من السنة أن يتيمم لكل صلاة. كالحديث فيه ضعف من رواية الحسن بن عمارة وهو متروك، لكن أثبت عن ابن عمر رضي الله عنهما، وأثبت عن عمرو بن العاص، يعني أثر ابن عباس ليس الأثر الوحيد في المسألة. عندك حديث مرفوع ذكرناه في المسلم: فأينما أدركتني الصلاة تمسحت وصليت. صحيح ابن عباس، أثر ابن عباس رضي الله عنهما لو صح لكان قويا جدا، لأن الصحابي إذا قال من السنة فالمقصود بها سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا مما له حكم الرفع.
كما هو معروف في مصطلح الحديث، وليعطى حكم الرفع في الصواب نحو من السنة من صحابي كذا سمعنا وكذا كنا نرى في عهده أو عن إضافة عراء، كما قال السيوطي في ألفية الحديث، وليعطى حكم الرفع في الصواب نحو من السنة من صحابي. لكن ثبت عن ابن عمر وثبت عن عمرو بن العاص ومعاوية إذا لم أكن واهما، المهم ثبت عن عدد من الصحابة وتابع عدد من التابعين. وهذا هو مذهب الجمهور، مذهب المالكية والشافعية والحنابلة، أنه يتيمم لكل صلاة ولو لم يحدث من قبله، أما إذا أحدث فيتيمم إجماعا، إذا أحدث من قبل يتيمم إجماعا. صورة المسألة، سامحوني أسرع قليلا أحيانا، أكلكم إلى ذكائكم وأنتم أذكياء إن شاء الله، لكن الفقه أحيانا لابد فيه من حسن التصوير. لو تيمم لصلاة الظهر وبقي على ذلك التيمم بمعنى لم يحدث ثم جاء العصر، فعند الجمهور يلزمه التيمم، عند الجمهور يلزمه التيمم. أما إذا أحدث قبل العصر هذا يلزمه التيمم قولا واحدا إلى خلاف، واضح؟ هو محل هذا حيث لم يحدث، فعند الجمهور يتيمم، السنة أن يتيمم لكل صلاة وإن لم يحدث. والأحنافكم تعرفوا عندهم بالتيمم رافع الحدث، وعندهم من البدل يحل المحل نودى منه، على بالي بلك أحناف كثير بيننا رب. قول لكل حال أمر فيه ساعة، أمر فيه ساعة، لكن أحوط هنا مذهب الجمهور ليتيمم لكل صلاة. ومن تيمم لفريضة أحناف يقولوا ومدى البدل منه فيحل محله، هم يقولوا رافع، يقول رافع للحدث، لكن ترد عليه الإرادات التي ذكرناها قبل قليل. ذكرنا مسألة الرافع والمبيح درس السابق، فيها الخلاف من العلماء، جمهور يقول مبيح وليس رافعا خلافا للحنفية، مسألة فيها تردد وستتكرر معنا هذه المسائل. زيد. ومن تيمم لفريضة جاز له النوافل بعدها، جازت له النوافل بعدها، أن تكون يعني لم يشترط له أن يعيد التيمم لتلك الفرائض ما دامت تابعة لفريضة، لأن حكم الأقوى ينسحب عن الأضعف بلا عكس، بخلاف من تيمم للنافلة فلا يصلي بها فريضة. زين. ومس المصحف، نعم يصلي النوافل يمس المصحف. زين. والطواف، الطواف. زين. والتلاوة، والتلاوة، تلاوة القرآن الكريم، تلاوة بالنسبة للجنب، لأنه الطهارة الصغرى ليست شرطا في التلاوة، إنما الطهارة الكبرى من الجنابة هي التي هي شرط في التلاوة. يعني المحدث حديث الأصغر يجوز له أن يقرأ القرآن، وكذلك الحائض، أما الجنب فهو الذي يمنع من قراءة القرآن بحديث عليه، وذكرنا ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يمنعه شيئا من تلاوة القرآن إلا الجنابة. لازم تفرقوا، فرق بين قراءة القرآن وبين مس المصحف، وفرق بين الجنوب وبين الحائض، هناك فروق تقدمت الإشارة إلى بعضها. زيد. والتلاوة إنما ذلك واتصلت بالصلاة ولم يخرج الوقت، قال لك إنما ذلك، إذا نوى ذلك بأن يكون المسح للفريضة وللنوافل فيما بعد، واتصلت ولم يطول الفاصل، وكان وقت الصلاة ما زال متسعا، وما تختل شرط فالظاهر أنه يجدد التيمم لهذه المذكورات. زيد. وجاز بتيمم النافلة كل ما ذكر إلا الفريضة، إلا الفريضة، تيمم النافلة ينوب بعضه عن بعض إلا الفريضة، فإن لأن الأضعف لا يسد مسد الأقوى، ما هو أقوى منه. هذا من النظائر الفقهية، مستقرأ في الضعيف لا ينوب عن أكبر ما هو، الوضوء لا ينوب عن ما هو أعلى منه، وهكذا في كثير من الأشياء. فكذلك إذا تيمم لنافلة لا يصلي بها، فهي إنما لكل امرئ ما نوى، ونوى النافلة من وجه الفريضة، فلا ينسحب حكم النافلة على الفريضة. أما حكم الفريضة فقد ينسحب، تيمم للفريضة والنافلة تبع لها. زيد. ومن صلى العشاء بتيمم قام للشفع والوتر بعدها،
من غير تأخير. عاود لي. ومن صلى العشاء بتيمم قام للشفع والوتر بعدها من غير تأخير. من غير تأخير كما ذكرنا هذا النوافل بعد الفريضة، تيمم للعشاء وقام للشفع والوتر بعدها، لا يشترط له أن يجدد هذا التيمم اللهم إلا إذا طال الفاصل، لا يوجد التيمم باختلال شرط من الشروط السابقة على المشهور. زين. ومن تيمم من جنابة فلا بد من نيتها. من تيمم من الجنابة فلا بد من نية الجنابة. وإحنا مضى معنا أنه أنه لا ينوي رفع الحدث، هو أولا ينوي أنه يتيمم بسبب الحدث الأكبر للأصغر، هذا هو الذي مقصود بالنية، لكن لا ينوي رفع الحدث وإنما ينوي الفريضة أو استباحة ما منعه منه الحدث ونحو هذا. إذا نوى رفع الحدث فيجزئه ذلك عند بعض الفقهاء كما هو مذهب الأحناف. هو يريد بهذا أن يفرق المسلم، أن يستحضر المسلم وهو يتيمم، هو يتيمم بسبب حدث أصغر أم بسبب حدث أكبر، هذا هو المقصود. زين. فصل في الحيض. نعم، هذه بعض أحكام التيمم وستتكرر معنا. بقيت مسألة مهمة جدا وهي مسألة فاقد الطهورين. فاقد الطهورين يعني لم يجد الطهارة الأصلية وهي الماء، ولم يجد الطهارة البدلية، أي لم يجد شيئا يتطهر به طهارة أصلية، لا يجد الماء ولم يجد الطهارة البدل، ليس لديه شيء يتيمم عليه، مثلا كأن يكون مربوطا والعياذ بالله، واحد محبوس ولو مربوط لا يستطيع أن يتوضأ ولا يستطيع أن يتيمم، ماذا يفعل؟ ماذا يفعل؟ هذه المسألة فيها أربعة أقوال، فيها أربعة أقوال عندنا في المذهب، وكل قول قال به إمام من الأئمة الأربعة. القول الأول عندنا في المذهب وهو مذهب بن القاسم رحمه الله أنه يصلي على حاله حق وقت الصلاة ولا ماء ولا يستطيع التيمم، يصلي على حاله خلاص، ثم متى ما تيسرت له الطهارة الأصلية أو البدلية استعملها وقضى، فهو جمع بين الأمرين، أدى ما عليه واحتاط لدينه حين وجد الماء وجد ما يتيمم عليه، هذا القول الأول. وهي رواية وهو مذهب بن القاسم، مذهب عبد الرحمن بن القاسم العتقي رحمه الله، وهو مذهب الشافعي كذلك. القول الثاني وهو مذهب مالك رحمه الله الذي نسبه إليه ابن خويز منداد رحمه الله أنه لا يصلي ولا يقضي، من هذا حاله لا يجد ما يغتسل به ولا ما يتوضأ به ولا ما يتيمم عليه، لا يصلي ولا يقضي، لا أداء ولا قضاء، الأداء هو فعل العبادة في وقتها والقضاء فعلها خارج وقتها، دخل إلى الوقت بقى ينتظر إلى آخر الوقت لم يجد، لا يوجد ماء ولا يستطيع أن يتيمم. مالك وش قال؟ لا يصلي، سقطت عنه الصلاة. طيب بعد أن خرج وقتها وجد الماء أو وجد ما يتيمم عليه لا يلزمه شيء لأنه خرج وقت الصلاة وهو فاقد لشرط هذه الطهارة، لا يقبل الله صلاة أحد إذا حدث حتى يقبل الله صلاة بغير طهور، هذه خلاص فقد الطهور الأصلي والبدلي فسقطت عنه الصلاة. واضح، هذا هو مذهب مالك عزاه إليه ابن خويز من داد رحمه الله. القول الثالث وهو مذهب الإمام أصبغ من المالكية أنه يقضي ولا يؤدي، بمعنى يلزمه القضاء دون الأداء، معنى ما دام لم يجد ماء ولا ما يتيمم عليه لا يفعل شيئا، لكن متى ما وجد الماء أو ما يتيمم عليه لزمه ذلك وقضاه، وهذا هو مذهب الحقيقة مذهب أبي حنيفة نسب الأحناف وأصبغ من المالكية، وكاين مذهب أشهب بن عبد العزيز رحمه الله من المالكية وهو مذهب الإمام أحمد رحمه الله أنه يصلي ولا قضاء عليه،
يعني أنه يلزمه الأداء دون القضاء، فيؤدي يصلي على حاله ولا يلزمه أن يقضي الصلاة لأنه أدى الذي عليه. وهذا الأخير قوي، وتشهد له رواية البخاري حديث عائشة الشهير صحيحين في الموطأ، حديث فقدان العقد، قال في بعض الروايات قالت فصلى الناس بغير وضوء ولم ينقل إلينا أنهم أعادوا الصلاة. وذلك الذي يرجحه كثير من الشيوخ هو هذا مذهب أشهر بن عبد العزيز وهو اختيار الحنابلة، إن احتاط فلا بأس، إن احتاط فلا بأس، يعني قضاها لما ورد الماء وأعاد لا بأس، لكن ظاهر الرواية رواية البخاري أنهم صلوا من غير وضوء ولم يعيدوا. ومدام قد صلوا هذا يعني أنهم أدوها بوجه صحيح، والقضاء لا يكون إلا لخلل، والخلل الذي وجد مغتفر لأنه عجز عن الطهارة أصلية والبدلية، والميسور لا يسقط بالمعسور، فأدوا الذي عليهم. وما دام قد وقعت صحيحة فلا حاجة إلى الإعادة، قضاؤها لا يكون قضاء، يكون هذا إعادة، وصرح الأشياخ بامتناع إعادة النسك لغير داعي كما قال محمد المولوس الكبير. فالأصل في العبادة أنها لا تعاد، الأصل في العبادة أنها لا تعاد، إذا وقعت صحيحة فلا تعاد، تقول وقعت صحيحة خلاص حصل المقصود لا تعاد. يقول الشيوخ ومن لم يجد ماء ولا متيمما فأربعة الأقوال يحكين مذهبا، هذا لابد تكتبهم لو حافظهم راه حافظهم، لو مش حافظهم لازم يحفظهم. ومن لم يجد ماء ولا متيمما فأربعة الأقوال يحكين مذهبا يصلي ويقضي عكس ما قال مالك وأصبغ يقضي والأداء لأشهب، بمعنى يصلي ويقضي بمعنى أداء وقضاء، يلزمه الأداء والقضاء، يصلي ويقضي. هذا مذهب قلنا شكون؟ ابن القاسم، مذهب ابن القاسم وهو مذهب الشافعي، يصلي ويقضي عكس ما قال مالك. مالك وش يقول؟ لا أداء ولا قضاء، باش تسهل عليكم، أداء وقضاء، لا أداء ولا قضاء، قضاء دون أداء وأداء دون قضاء، يصلي ويقضي عكس ما قال مالك وأصبغ يقضي بمعنى لا أداء عليه وإنما يلزمه القضاء، والأداء لأشهب يلزمه الأداء دون القضاء. زين. فصل في الحيض. فصل في الحيض. الحيض في اللغة العربية السيلان، ولو قولهم حارة السمرة، حارة السمرة إذا سال صمغها وهو يضرب إلى الحمرة. وفي الاصطلاح عند الفقهاء يعرفونه بتعريف كثيرة من أشهرها أنه الدم الخارج من قبل المرأة التي تحمل عادة، هذا هو الحيض. الحيض هو الدم الخارج لغير علة من قبل من تحمل في العادة، الدم الخارج لغير علة من قبل أي فرج من تحمل في العادة. أولا هو دم يخرج، بهذا أن بعض الرطوبات التي تخرج من فرج المرأة ليست حيضا، رطوبات تعرفها النساء، رطوبات بيضاء أو كذا ما هيش حيض، دم. والدم الخارج لغير علة، أما الخارج لعلة ذاك استحاضة وركضة كما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، من قبل لا من دبر، ما خرج من الدبر نحو ليس حيض، الحيض يخرج من فرج المرأة من تحمل في العادة أي بلغت المحيض. أما من لم تبلغ المحيض وخرج منها دم وقد يكون ذلك الدم دم مرض مثلا وليس دم حيض. وأحكام الحيض كثيرة جاءت فيها بعض الآيات القرآنية، تعتزل النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. وجاءت فيها أحاديث، حديث فاطمة بنت أبي حبيش اغسلي عنك الدم واغتسلي وصلي، أحاديث كثيرة. نعم. والنساء مبتدأة ومعتادة وحامل. النساء اللواتي يحضن
ثلاثة في الجملة عندنا على المشهور، وإلا فبعض الفقهاء يجعل القسمة ثنائية مبتدأة ومعتادة، وأما الحامل فلا تحيض عندهم. وأما مالك يقول إنها تحيض، قد تحيض، وإحنا في هذا الزمان نقول يسأل عن ذلك الأطباء، الأطباء هم الذين يفصلون في هذا. لكن لا بأس، المشهور أن المرأة الحائض إما أن تكون مبتدأة أي لم يسبق لها حيض، فماذا تفعل؟ أول من رجها الحيض ماذا تفعل؟ خلاص. ومعتادة أي من لها حيض تعودت عليه، لها عادة، مثلا عادتها ستة أيام سبعة أيام وهكذا. وكأن الحامل، وسيأتي الحديث عنها. نعم قول. وأكثر الحيض لمبتدأة 15 يوما. أيوة. المبتدأة التي لم يسبق لها حيض هذه تمكث 15 يوما، لأن أكثر الحيض عندنا وعند عامة الفقهاء، ها؟ عند عامة الفقهاء 15 يوما، لا يزيد الحيض على 15 يوم. ودليل هذا الحديث الشهير الذائع على الألسنة، تمكث شطر دهرها لا تصل. وهذا الحديث سبحان الله مع كثرة ذيوعه ودورانه في كتب الفقه لا أصل له، لا أصل له، كما نبه على ذلك الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى والبيهقي وغير واحد. لعله وهم من بعض الفقهاء القدماء فجرت به الألسنة، لكن هو بهذا اللفظ لا أصل له. نعم يوجد ما يشبهه في الحديث الشهير الصحيح أنها تدع الصلاة أيام حيضها، فذاك نقصان دينها وليس فيه تحديد الأيام. فلعل أحد السلف أغلق القول فوهم، سبق ذهنه إلى هذا المعنى، واضح. لكن سبحان الله العظيم عامة الفقهاء عليه على أن أكثر حيض 15 يوما، وقال لك هذا ثابت بالعادة والواقع، المرأة لا يزيد حيضها عن 15 يوما. فالمبتدأة تعتد بأكثر الحيض وهو 15 يوم. زيد. وللمعتادة عادتها فإن تماد بها الدم. المهم أنا راني متذكر أني قريت مرة بحث خفيف أو تحرير محاولة لإيجاد، لا أدري هل هي طرق أم آثار تعضد هذا الحديث الذي ذكر الحافظ بن حجر وغير واحد، أنهم تتبعوه فلم يجدوه في شيء من أصول السنة، لكن ربما ذكروا له بعض المعضدات، ولعلي أراجع هذا إن شاء الله أو تراجعونه أنتم إن شاء الله. زي. وللمعتادة عادتها. المعتادة لها المعتاد، مش المعتادة هنا، وللمعتادة وللمعتادة عادتها. العادة ما ثبت بواسطة التكرر، خلاص تكررت لها أيام مرتين ثلاثة أربعة، خلاص هذه تعتد بأيامها بأيام عادتها، تدع الصلاة أيام عادتها كما في الحديث. النساء منهن من تمكث 5 أيام 6 أيام 7 أيام، فإذا جاءها الحيض المعتادة يلزمها أن تترك الصلاة أيام عادتها، فإذا زاد الحيض عن أيام عادتها سيذكر لنا ماذا تفعل. زيد. فإن تماد بها الدم زادت 3 أيام ما لم تجاوز 15 يوما. المشهور عندنا أن المرأة إذا تمادى معها دم الحيض على خلاف عادتها فإنها تستظهر ب3 أيام، هذا الاستظهار من باب الاحتياط، الاحتياط للصلاة، ومحل هذا ما لم تميز، محل هذا ما لم تميزه، فإذا ميزته وعلمت أنه ليس حيضا لا أنا لا تستظهر، تتركه، واضح. لكن البحث هنا ما لم تميز، أشبه دمها فتحتاط للصلاة ب3 أيام، والإمهال 3 أيام له أصل في الشريعة في مواضع،
قال فقهاؤنا تنتظر 3 أيام بشرط ألا تبلغ أكثر الحيض، فإذا بلغته فإنها لا تتجاوزه. بمعنى من كانت عادتها 14 يوما بكم تستظهر؟ يوم واحد فقط. ومن عادتها 13 يوما تستظهر بـ2، وهكذا، لأن الحيض لا يتجاوز 15 يوم. زيد. وللحامل بعد 3 أشهر 15 يوما. على القول بأنها تحيض، وإلا في المسألة نزاعية، وكثير من الفقهاء لا يرى هذا. أيوة قول. والمرجع في هذا إلى الطب. وبعد ستة أشهر. إذا كانت قول عود. وللحامل بعد 3 أشهر 15 يوما ونحوها. شوف، بعد 15 يوم يتغير حاله، من قبل كما مضى. بعد 3 أشهر تمكث 15 يوما ونحوها، اللي هي 20 يوم، ما تفوتش 20. وبعد 6 أشهر تمكث 20 يوما ونحوها، اللي هي 25. نعم. زيد. وبعد 6 أشهر 20 ونحوها. نحوها اللي هي 25. زيد. فإن تقطع الدم لفقت أيامه حتى تكمل عادتها. هذا هو المعروف، وأن تقطع دمها تلفقه كما قال. أي امرأة يتقطع دم حيضها فإنها تلفقه، أي تجمع بعضه إلى بعض، ما لم يكن بينهما طهر كامل، فإن الثانية يكون حيضة مستأنفة. بمعنى حاضة نهار ولا يومين، وطهرة نهار ولا يومين، وحاضة 3 أيام، تلفق، تبقى تجمع في الأيام حتى تبلغ 15 يوما إذا كانت مبتدأة، أو عادتها إذا كانت معتادة، أو 15 ونحوها إذا كانت حاملا إلى 3 أشهر، أو 20 ونحوها إذا كانت 6 أشهر. واضح. فتلفق، تجمع الأيام، إلا إذا وقع بين الدمين طهر تام، يعني 15 يوم، هنا لا تلفق، يكون الثاني حيضا مستأنفا. حاضت يومين الثيام ثم ذهب عن الحيض ولم يرجع إليها إلا بعد 15 يوم، هذا لا تلفق، أنه جاء بعد طهر تام، وما كان بعد طهر تام يكون حيضا مستأنفا. زين. ولا يحل للحائض صلاة ولا صوم ولا طواف. ولا يحل للحائض صلاة، الحائض لا تصلي، ولو صلت فإن ذلك لا يقبل منها. الحائض لا تصلي، ولا يجوز لها أن تصلي، تدع الصلاة أيام حيضها كما قال عليه الصلاة والسلام، وهذا من تخفيف الله عن المرأة ولطفه بها، ومن صيانة الشريعة لجناب الصلاة أن يدخل فيها على غير طهارة بهذه النجاسة، فهو لطف بالمرأة وصيانة لجناب الصلاة. ثم إنها إذا طهرت بعد ذلك ليس لها أن تقتل، لا تخاطب بالقضاء، لا تخاطب بالقضاء، وهذا من لطف الله سبحانه وتعالى بالنساء، وذلك أن الصلوات تكثر عادة. الإنسان إذا كان عليه قضاء يوم واحد أو يومين يثقل عليه، كيف إذا كان عليه قضاء أيام؟ الإنسان إذا لزمه قضاء يوم أو يومين ثقيل جدا على النفس. اللهم إلا من شرح الله صدره وقوى إيمانه. ولذلك فقهاء المالكية بالنسبة لتارك الصلاة كما سيأتينا بعد تاب يقضي تلك السنوات، والظاهر مقتضى الظواهر الشرعية أنه يقضي ما أمكن، يبقى غير يصلي، لكن هذا عسير على النفس، هو مشغول ويخدم وعنده أولاد وعنده، فما ضابط ذلك؟ هم قالوا على قدر الوسع ترى، وقالوا أقله أن يصلي يوما في يومي، أقل شيء يصلي يقضي يوم في كل يوم، بعض الفقهاء يقول يومين في يوم، وهكذا. واضح. لأن ذلك مما يعسر. فمن لطف الله بالمرأة أنه ما كلفهاش تقضي الصلوات، خلاص لا يلزمها، تمكث تدع الصلاة أيام حيضها. وتعرفوا حديث عائشة في الصحيح لما سألتها المرأة
عن قضاء ما بالنا نقضي الصلاة في الحيض ولا نقضي الصلاة ولا نقضي ما بالنا نقضي الصوم ولا نقضي الصلاة. فغضبت عائشة رضي الله عنها وارضاها وقالت أحرورية أنت؟ يعني ما هذا الغلو؟ أحرورية أنت نسبة إلى أرض حاروراء الأرض التي خرج منها الخوارج، ويبدو أن قومها كانوا من أهل الغلو والتكلف. أحرورية أنت؟ لا، هذا من التنطع في الدين. قالت كان يصيبنا ذلك على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. وهذا تأديب من عائشة رضي الله عنها وأرضاها، وتعليم للوقوف عند النصوص وإن لم يدرك الإنسان وجه الحكمة. ولا يخفى عليها وهي العالمة أن في قضاء الصلاة من المشقة ما ليس في قضاء الصيام، لكن أرادت أن تقف هذه المرأة عند حد الشريعة، عند نص الشريعة من غير مجاوزة. وهذا مهم جدا، مهم أن يتعلم الإنسان الوقوف عند حدود الله تبارك وتعالى. ظهرت له الحكمة أم لم تظهر؟ طلب الحكمة أمر مهم ومفيد، ويزيد الإنسان يقينا وإيمانا وانشراح صدر، لكنه ليس شرطا. ما ثبت أنه حق فهو حق، أدركت وجه الحكمة به أم لم تدركه؟ هذه مسألة مهمة جدا. ما دام كليات الشريعة ثبتت يقينا بالبراهين العقلية، بالبراهين الساطعة والأدلة القاطعة الكليات، فلا تحتاج مع كل جزئيين أن تطلب وجه الحكمة فيه. واضح هذا، ده مهم جدا. ولذلك مما يشغب به بعض خصوم الإسلام هو مناقشة الجزئيات، وهو قد يكون ممن لم يسلم في الكليات أصلا، هو لا يسلم بأن دين الإسلام حق، فلا بد للمناظر أن يتنبه لهذا. قل له خلينا نتكلم عن الكليات، قل أنت لا تؤمن بدين الإسلام أصلا. لا بأس أن أنت إذا كان الجواب حاضرا وجاهزا، فمهم أن تدفع عن دين الله تبارك وتعالى حتى في هذه الجزئيات. لكن من باب الترتيب المنهجي، احنا عندنا دين الإسلام ثبت بأدلة قاطعة وبراهين ساطعة، يعني بأدلة عقلية، ببراهين عقلية، وهذا يكفي في كونه حقا. وخفه الحكمة في بعض الجزئيات غير قاحدين في صحة الكلية. خفاء الحكمة في جزئية لا ينفي صحة الكلية، هذا هو غير قادح، غير قادح. ولولا أننا في درس فقه ضربت لكم أمثلة فلسفية كثيرة في هذا، أن خفاء الحكمة لا يعني عدم وجودها، خفاء الحكمة لا ينفي وجودها. ولا تعلمن نبأه ولو بعده، ولو بعد حين. شوف قبل عقود كان صخب عارم حول مسألة الربا، قبل عقود ربما نقول هذا 50 سنة ولا 60، وكانت القوة الإمبريالية العالمية تحاصر الدول الإسلامية، بل انتم لو كنتم تبقوا هكذا ما تروحوش بعيد، الربا هو الحال وكذا وكذا وكذا، وتحرم الربا. الربا في فوائد، أين مثالب الربا؟ أثبتوا لنا. بعد ما وقع الانفلاسيون تضخم وكذا، قال والله صح. فذيك الساعة ربما بعض الجزئيات قد يخفى التعليل فيها، خاصة في ربا الفضل مثلا قد يخفى بعض التعليل، لكن مع مرور الزمان واتساع خبرة الإنسان واطلاعه على تعقيدات الاقتصادية سيتكشف له أنه حق وأنه صواب، وأن هذا السير في المسار الربوي طريق نحو هلاك الأمم وانهيار الاقتصاد. توش تفهم باختصار خفاء الحكمة لا ينفي عدمها، لا يعني عدمها، لا ينفي وجودها. قول سيدي عبد الله في المراقي: لم تلف في المعللات علة خالية من حكمة في الجملة،
وإنما يعوزنا الطلاع لكنه ليس به امتناع. أحيانا قد يخفى علينا جانب ثم يظهر ولو بعد حين. وهذا من أسرار الشريعة ومن أسرار خلود الشريعة وتجدد حكمها، أنها معين لا ينضب وكنز لا ينفد. سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق، أولم يكفي بربك أنه على كل شيء شهيد. علشان يقول هذا الكلام، شوف طولت شوية، لكن من المخططات الناعمة التي يدخل منها للتشويش على بعض مضامين الإسلام إدخال عنصر الحكمة في كل شيء على وجه يوهم الإلزام. لابد وانت تتعود على هذا بحجة أنهم ليه وتفهم الحكمة إيه، لكن تنبه، ليس شرطا في كل جزئي وتخلفه غير قادح، لأن الكليات ثبتت بأدلة قطعية. الحديث صلة إن شاء الله تعالى بعد الأذى. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وله ما بعد. فذكرنا تنبيها مهما قبل قليل يتعلق بالحكمة ووجه التشريع الإلهي في بعض الجزئيات، وبينا بأن خفاءه لا ينفي وجوده، وحسن إدراكه لا يعني شرطيته وأنه لازم. هذا ليس شرطا، بل من ميادين التشريع الإسلامي ما يكون المقصود فيه هو التسليم لأمر الله تبارك وتعالى، على أن الكليات كما ذكرنا ثابتة بأدلتها وببراهينها الكاشفة لوجوه الحكمة. وهذه الفكرة تنفع الناظرة والمناظرة كثيرا في كثير من القضايا، مثلا مسألة وجود الشر في الكون التي يشغب بها بعض الملاحدة، ذكرها يدل على وجود خلل منهجي في التناول. يقول لك لو كان الله موجودا لماذا يقع كذا وكذا وكذا، هذا مسلك خاطئ في الاستدلال، أنك تقول هذا وقع لشيء لا نعلمه
ولأننا لا نعلمه فالله غير موجود، هذا لا معنى له، هذا متهافت فلسفيا متهافت. قل لي أنا مانيش عارف وجوه الحق وخلاص، يعني قول هذا وقع وأنا لا أدري لماذا فعل هذا، لماذا فعل؟ احنا نقول له الحكمة، قل فلله حجة ربه، الحكمة البالغة سبحانه وتعالى. قد يتكشف لنا شيء من ذلك وقد لا يتكشف لنا. فخفاء الخطة لا تنفي وجود المخطط، خفاء الخطة لا تنفي وجود المخطط. وهذا نجده بين إنسان وإنسان، بين إنسان وإنسان قد تخفى عليه خطته التي وجه الخطة الذي أنجز به الخطة، ومع ذلك ينجح، أليس كذلك؟ لعبة الشطرنج قد واحد يغلب واحد أنت ماكش فاهم قاعد وش عم يدير، هل ينفي هذا بالخطة صحيحة؟ خفه عنك، لا ينفي وجوده. وعلى ذلك فكيف برب العالمين سبحانه وتعالى المدبر لهذا الوجود؟ خفاء شيء عنك لا ينفي وجود من خطط ونظم ورتب ودبر، أنت ماكش عارف، لكن ضعف الإنسان وقصوره فيتعجل الأمر ويتدخل فيما ليس من شأنه أن يدخله، ليس له إلا التسليم. المهم وكان قصده الإشارة إلى هذا، ما دام الكليات ثبتت بأدلة قاطعة وبراهين ساطعة فذلك كاف في أن الجزئيات صحيحة، وإن خفي وجه الحكمة في بعضها. هذا وكي يخفى لا يعني أنه سيبقى خافيا، قد يكشف ولو بعد ودحين، هكذا باش ما يكونش عندك حرج من أولئك الذين يطالبون بالحكمة في كل شيء وفي كل جزئية ويحرجوا. وتجد بعض الفقهاء يقعون في هذا الفخ إذا يحاولوا يدافعوا، لا نحن لا لا لا, لا يلزمك هذا، خفاء الحكمة في بعض الجزئيات ليس عيبا، قال هذا ثبت بنصوص شرعية عندنا ونحن ندين الله تبارك وتعالى بهذا. إذا كان عندك إشكال في كون الإسلام حقا نظرنا فيه، ما دمت قد سلمت بصحة هذا الدين فكل ما ثبت في هذا الدين فهو صحيح، وهكذا بشرط أن يكون ثابتا بلا شك وليس مدعى. زين، هذا قوس صغير فقد فتحناه باب لأهميته. زين، ولا صوم، ولا صوم، لا تصلي ولا تصوم لكنها تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة. زين، ولا طواف، لا تطوف، لا يطوف بالبيت إلا طاهر، اصنعي كل شيء إلا الطواف بالبيت. زين، ولا مس طواف بالبيت صلاة كما في الحديث، حديث ذكرناها فيما مضى. زين، ولا مس مصحف، لا يمس القرآن إلا طاهر وهي غير طاهرة. زين، ولا دخول مسجد، ولا تدخل، فإني لا أحل المسجد لحائض ولا جنب، ذكرنا حديث عائشة عند أبي داود وغيره، ولقوله صلى الله عليه وسلم إن حيضتك ليست في يدك، هذا إشارة إلى أن كان متقررا في عهد النبوة وعند الصحابة. قال أنا وليني الخمرة، قالت إني حائض يا رسول الله، فاستثنى قال لك تخرج يدك يعني لم تدخلي أنت إلى المسجد، قال إن حيضتك ليست في يدك يعني أنت حائض لكن يدك ليس، فكونك تعطيني الخمرة هذا لا يعني أنك قد دخلت إلى المسجد، فهذا كالإقرار أن الحائض لا تدخل المسجد. زين، زين، وعليها قضاء الصوم دون الصلاة وقراءتها جائزة. وقراءة، نبهك، قراءتها جائزة، الحائض لا تمنع من القراءة وإنما تمنع من مس المصحف. زين، ولا يحل لزوجها فرجها ولا ما بين سرتها، لا يحل له فرجها يعني الإيلاج إجماعا، فاعتزل النساء بالمحيض ولا تقربهن حتى يطهرن، فإذا تطهرن فاتوهن، مفهوم هذا أنها إذا لم تغتسل فلا تؤتى، يعني إذا طهرت المرأة وتيممت ولم تغتسل الأصل لا يطأها إلا أن تغتسل، قالوا إلا إذا احتاج إليها فيجوز له أن يطأها بتيممها، وإلا فالأصل أن تتطهر بالماء لقوله تعالى فإذا تطهرن فاتوهن، مفهوم إذا لم يتطهرن فلا تأتوهن، يعني تعارض منطوق مع مفهوم في الآية نفسها، اعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربهن حتى مفهومه إذا طهرنا، طهرنا من الحيض جاز الوطن، لكن قال تعالى فإذا تطهرنا فاتهن، وتعارض مفهومين على كل حال، تعارض مفهومين لكن الأول أظهر في الدلالة على المقصود، فإذا تطهرنا فاتهن، هذا أمركم الله. زيد، ولا ما بين سرتها وركبتيها حتى تغتسل، سد للذريعة كما هو مذهب مالك مشهور وكثير من الفقهاء، قال شأنك بأعلاها، تشد عليها إزارها وشأنك بأعلاها كما في الصحيح.
نعم هذا هو المشهور. وقيل يجوز له أن يفعل كل شيء إلا الوطأ فهو المحر، وهو مذهب أصبغ من المالكية لقوله صلى الله عليه وسلم صحيح مسلم: اصنعوا كل شيء إلا النكاح إلا الوطأ. والذي يبدو الله تبارك وتعالى أعلم أن من ملك نفسه جاز له هذا أن يصنع كل شيء إلا الوطأ، ومن خاف على علم من نفسه أنه لا يملكها لا تشد عليه إزارها وله أن يستمتع به على يعني تسد الذريعة في حق من يخشى على نفسه. أما اللي يملك نفسه كل شيء إلا الوطء في محل خروج الدم. زيد. فصل في النفاس. النفاس أصله في العربية الولادة، إذا يقولوا دم النفاس والشيء لا يضاف إلى نفسه أي دم الولادة. بعض الناس دير في باله بل النفاس هو الدم، لا، أصل النفاس في العربية هو الولادة، وذلك يقول دم النفاس أي الدم الذي هو بسبب الولادة. ثم استعمل النفاس في الدم عند الفقهاء من باب إطلاق السبب على مسببه، فالولادة سبب في دم النفاس، لكن توسعوا. المقصود بأحكام النفاس أحكام الدم الذي بسبب النفاس. إذن النفاس في اللغة العربية الولادة، ومنه قوله دم النفاس والشيء لا يضاف إلى نفسه، وفي الاصطلاح قالوا هو الدم الخارج من المرأة بسبب الولادة، هذا هو النفاس. قول وأحكامه هي أحكام الحيض في الجملة إلا ما اختص به كل منهما عن الآخر. والنفاس كالحيض في منعه، في منعه فإنه يمنع من الصلاة ويمنع من الصيام، وتقضى منه يقضى منه الصيام ولا تقضى منه الصلاة. زين. وأكثره 60 يوما، هذا على المشهور عندنا، المشهور أنه أكثر أن أكثره 60 يوما، وقيل 40، وقيل يسأل عنه النساء. مالك قال لك يسأل عنه النساء 60 يوما أكثر النفاس، وقيل قول عارفات الناس، من عارفات الناس أي النساء العارفات. علاش الخلاف؟ لحديث أم سلمة رضي الله عنها: كانت المرأة تمكث على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، كانت النفساء تمكث على عهد رسول الله 40 يوما. صح. هل هذا إخبار عن حكم شرعي ولا إخبار عن عادة كانت في ذلك الزمن؟ فمالك قال يسأل عنه النساء، وبعض الفقهاء قال 40 ولا تزيد على 40، وقيل 60 وقيل 70، وأظهر الأقوال إما أن يقال هي 40 لأن هي ما ذكرته إلا الشريعة، ما فاتت ذكره لو لم يكن الشريعة، ولا نقول يسأل عنه النساء فيختلف باختلاف الأعراف والعادات. إحنا عندنا يقولوا 60 يوم ولا 40 يوم، لازم نشوفوا الناس كبار وما يقولون، الله أعلم. يقولوا 40 صحيح، العجيز وش يقولوا 40؟ سمعتها من العجيز الشيخ محمد، الشيخ محمد حجة أدرك العجيز أي خلاص الآن يقولوا 40 وفق الحديث خلاص، فتطابق النص والواقع. 40 يوما، نعم. هذا ما فائدته؟ ما زاد على ذلك فهو استحالة، فهو استحالة. زيد. فإذا انقطع الدم قبلها ولو في يوم الولادة اغتسلت وصلت، ولو جاءها يوم أو يومين، لا جاءها يوما أو يومين، إذا انقطع اغتسلت وصلت. زيد. فإذا عاودها الدم فإن كان بينهما 15 يوما فأكثر فهو حيض، كان الثاني حيضا لأن أقل الطهر 15 يوما كما ذكرنا. زين. كان الثاني حيضا وإلا ضم إلى الأول وكان من تمام النفاس، وكان من تمام النفاس. وبهذا نكون قد أتينا على باب الطهارة أو كتاب الطهارة، والحمد لله رب العالمين. الدرس القادم إن شاء الله نشرعه في كتاب الصلاة. كم بقي له؟ دقيقة نجيب على بعض الأسئلة التي لها صلة بالموضوع. السلام عليكم. قال لي ما المقصود من الثلج؟ الثلج ولا الجليد؟ وما قلنا يتيمم على الثلج أو الجليد في المواضع التي لا يوجد فيها غيرهما، وإلا في الأصل يتيمم على الأرض، هذا هو الأصل، تراب الحجر. لكن قلنا أهل القطب الشمالي لا يجد شيئا يتيمم عليه إلا الثلج، لا هو أن يتيمم على ذلك.
هل يجوز التيمم على المعادن؟ لا، الأصل أن لا يتيمم عليها لأنها ليست من الصعيد. طيب، قال لي هنا المبتدأ إذا انقطع دمها قبل 15 يوما هل تصلي؟ نعم تصلي، إذا انقطع دمها تصلي، اللي انقطع يعود يولي، كي انقطع تصلي. الملفقة التي تلفق أيامها جاها 4 أيام وانقطع يومين وبعد عود، هذوك اليومين تصلي، تغسل الدم وتغتسل وتصلي، فإذا عاودها الدم قطعت الصلاة، وهكذا تلفق حتى تبلغ أمد حيضتها. آمين. هل يجوز التيمم لقراءة القرآن من المصحف؟ يجوز مع وجود الماء للتحرج من الوضوء خاص. لا لا، هذه تاع التحرج شوية، ما كاش تحرج هذا، لا هو الهاتف، الهاتف الآن الحمد لله، إذا تقصد من الهاتف لا بأس، لا تقصد أنت الهاتف القراءة من الهاتف بالنسبة للحائض ولا بالنسبة لمن هو محدث حدثا أصغر مشي الجنب يقرأ القرآن من الهاتف فقط، ما يمسش إذا كان على غير طهارة، ما يمسش الآيات، يدور الصفحة من تحت ولا يمس الآيات القرآنية. هذا أسكنا شوية طويل، موعدنا الدرس القادم بعد العشاء شوية، أنا تعبان شوية ما قررش بعد العشاء، موعدنا إن شاء الله يوم الثلاثاء بإذن الله وحوله وقوته. آخر دعوان الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الله يفتح علينا عليكم، بارك الله فيك.